بين إنكار المواطن وحقيقة الفيروس التاجي الذي أصاب الملايين في دول عربية وأجنبية، يبقى المجتمع هو المتضرر نتيجة ارتفاع أصوات النشاز الداعية لبث إشاعة مفادها عدم وجود كوفيد 19، تهديد مجتمعي ينذر بخطورة الوضع الصحي في العراق ما لم يواجه بعقوبات صارمة تخرس لقلقة الألسن لإنقاذ كل من ينجر وراء الترهات. التأكيد على احترام الكادر الطبي الذي يكافح ويجاهد في هذه المعركة، وأن نقف جميعا عند مسؤولياتنا ونتفادى هذه المحنة. إن من رأى ليس كمن سمع، مبدأ اتخذته دائرة صحة النجف الأشرفي لتواجه به كل المشككين بوجود هذا الوباء الذي بات يسجل في المحافظة بصورة غير مسبوقة، داعية في الوقت نفسه بزيارة المستشفيات التي يرقد فيها عشرات المصابين من المواطنين وحتى الكوادر الصحية. حقيقة هؤلاء مشككين بكل جهد وبكل عمل، يثبطون العزيمة ويثبطون الهمة ويأثرون كثيرا على الملكات الطبية والصحية. لا يفوتني هنا أن أشير إلى أنه ما يؤلمنا أيضا أنه إحنا سجلنا كدائرة الصحة إصابات في ملكاتنا الطبية والصحية، وهذا أمر مؤسف حقيقة. مقبرة خاصة شيدت في النجف الأشرفي من قبل فرقة الإمام علي القتالية التي اتخذت على عاتقها دفن الموتى المصابين من كل المحافظات العراقية، وهذا دليل دامغ آخر على وجود وباء قاتل لا يرحم إلا من واجهه بعقل ووقاية، والأمر متروك للمواطن، فإما أن يتبع عقله فيسلم وإما فالقادم أخطر. من النجف الأشرف أيمن الشريفي، العراقية الإخبارية.